ده المصطلح نفسه صعب صعب جدا. السنه دي السمك ده مثلا ترص كده هيعوج ويتسمك، ده اول مرحله سوى السمك ده يبدا يتنفخ. حتى السمنه البلدي متخزنه عندنا عند البلاستيك اهو. بعد ما بنخلص حط ده اللي كنا من شويه يا سمحان دي تقلاه وتحط مره خلاص. ما فيش حاجه اسمها السيل بيموت ايا كان سيل. احنا طبعا بنيجي حوالي نص ساعه بالعربيه عشان نيجي نشتري فسيخ من هنا، لان الفسيخ هنا حاجه تانية يعني غير اي بلد تانية. نابورو طبعا معروفه بالفسيخ واهلي كلهم بيحبوا الفسيخ واحنا كلنا بنحبه.